بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد الله التلمساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما انتهى رحمه الله من الكلام على الجهة الأولى وهي دلالة المنطوق، شرع في الجهة الثانية وهي دلالة المفهوم، فقال: الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. اللهم اغفر لنا وللشيخ وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. اعلم أن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا فحوى الخطاب. ومثاله قوله سبحانه: فلا تقل لهما أف. فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل فأولى أن يراه. ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فمن كان يؤدي القنطار إذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى. وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار. واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي. نعم. قال رحمه الله: الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. الجهة الثانية من جهتي دلالة اللفظ، لأنه تقدم معنا أن دلالة اللفظ لها جهتان: الجهة الأولى دلالة اللفظ بمنطوقه، والجهة الثانية دلالة اللفظ بمفهومه. وقوله في دلالة القول بمفهومه، الدلالة تقدم معنا تعريفها في قوله دلالة القول بمفهومه، وعرفنا أن الدلالة في لغة العرب معناها الإرشاد إلى المطلوب، والدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب. والدلالة هي كون اللفظ دليلاً، يعني أن يكون اللفظ دليلاً. والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقولهم بصحيح النظر فيه يعني بالنظر الصحيح، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وقولهم مطلوب يعني شيء يطلب ويبحث عنه، والمراد به هنا الحكم، لأن الحكم يطلب أو لا يطلب؟ يطلب. فقولهم مطلوب يعني شيء يطلب ويبحث عنه، والمراد به الحكم، لأن الحكم يطلب ويبحث عنه. وقولهم خبري يعني يخبر عنه، فيقال هذا حلال أو هذا حرام أو هذا صحيح أو هذا فاسد. فإذن الدلالة هي كون اللفظ دليلا، والدليل عرفنا معناه، وأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وبعض العلماء يدقق في تعريف الدليل فيقول ما يتمكن، ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فالدليل يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، سواء أتوصل الناظر فيه للحكم الشرعي بالفعل أم لم يتوصل. فلو نظر فيه، لو نظر في الدليل ولم يتوصل، فإنه يبقى دليلا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقولهم بصحيح النظر فيه، عرفنا أن المراد به بالنظر الصحيح، وهذا يحترز به عما ينظر فيه نظرا فاسدا. فقد يكون الدليل صحيحا لكن النظر فيه ليس بصحيح. وإذا كان كذلك، فهل يمكن أن ينتج حكما صحيحا؟ هل يمكن أن يتوصل به إلى حكم صحيح؟ لا يمكن أن يتوصل به إلى حكم صحيح. فقد يكون الدليل صحيحا لكن النظر فيه فاسد، فلا يتوصل به حينئذ إلى حكم صحيح. فإن قلت كيف نعرف النظر الصحيح من النظر الفاسد؟ فالجواب على ذلك أنه يعرف بدراسة القواعد التي قررها أهل العلم لفهم أدلة الشريعة. وهذه القواعد استفادوها من القرآن ومن السنة ومن إجماعات الصحابة ومن دلالات لغة العرب. فمن تمكن من معرفة هذه الطرق استطاع أن ينظر في الأدلة نظرا صحيحا، ومن جهل هذه الطرق فإنه لو خاض سنين عددا لا يمكن أن يتوصل للحكم الصحيح، ما دام أنه لا يعرف الأدوات التي قررها العلماء لفهم الأدلة الشرعية. فإذا يقول في دلالة، عرفنا معنى الدلالة والدليل. وقوله القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى فإنه يسمى قولا. وبناء على هذا أيهما أعم، اللفظ أو القول؟ اللفظ أعم من القول، فكل قول لفظ ولا عكس، لأن هناك من الألفاظ ألفاظا لا تدل على معنى، فهذه لا تسمى قولا. مثل ديز مقلوب زيد، فهو لفظ لأنه يتلفظ به لكنه لا يدل على معنى. وقوله
بمفهومه. المفهوم يقابل المنطوق، والمنطوق تقدم معنا تعريفه، وأنه دلالة اللفظ في محل النطق، دلالة اللفظ في محل النطق، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فدلالة هذه الآية على الأمر بكتابة الدين من قبيل دلالة المنطوق، لأنها دلالة لللفظ في محل النطق، والمراد بمحل النطق اللفظ، محل النطق هو اللفظ. والمفهوم هو دلالة اللفظ في غير محل النطق. إذا كان المنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، فالمفهوم يقابله وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. وإيضاح ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في حق الوالدين: فلا تقل لهما أف. فهذه الآية لها دلالة في محل النطق، ولها دلالة في غير محل النطق. فأما دلالتها في محل النطق فهي تحريم التأفيف للوالدين، وأما دلالتها في غير محل النطق فهي تحريم ضرب الوالدين والتلفظ عليهما بالألفاظ القبيحة وحبس الوالدين وشكواهما وغير ذلك مما هو أعلى من أف. فدلالة هذه الآية على هذه الأمور هل هي من دلالة المنطوق أو من دلالة المفهوم؟ هي من دلالة المفهوم، لأن الآية دلت عليها في غير محل النطق، ومحل النطق كما عرفنا هو اللفظ. وأيضا مثال آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الغنم السائمة الزكاة. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوقه فهو أن السائمة، وهي الراعية للحول الشيء، الراعية الحول الشيء المباح، الراعية الحول أو أكثره للشيء المباح، ليس فيها زكاة. هذا هو منطوق الحديث. ومفهوم الحديث أن المعلوفة فيها الزكاة، وهذا الحكم وهو أن المعلوفة فيها الزكاة مستفاد من النطق، مستفاد من المنطوق أو مستفاد من المفهوم؟ مستفاد من المفهوم. فإذا المفهوم هو دلالة اللفظ في غير محل النطق. فنستفيد من هذا التعريف أمرين: الأمر الأول أن دلالة المفهوم دلالة لفظية، لأنهم قالوا دلالة اللفظ، والأمر الثاني أنها ليست في محل النطق. ودلالة المفهوم يقسمها العلماء إلى قسمين كما ذكر المصنف رحمه الله: القسم الأول دلالة مفهوم موافقة، والقسم الثاني دلالة مفهوم مخالفة، وذلك في قوله: اعلم أن المفهوم على قسمين
مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وقوله اعلم هذا فيه تنبيه لطالب العلم على أهمية ما سيذكر بعده، وهذه طريقة للعلماء، فإنهم إذا أرادوا تنبيه الطالب على أهمية ما سيذكرون يقولون اعلم حتى ينتبه لما سيذكر بعد قولهم اعلم. وهذا ورد في القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال اعلم أن المفهوم على قسمين، على قسمين عند جمهور العلماء. القسم الأول مفهوم الموافقة، والقسم الثاني مفهوم المخالفة. وبدأ بمفهوم الموافقة فقال: فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. مفهوم الموافقة معناه دلالة اللفظ على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له، دلالة اللفظ على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له. ومن هذا نستفيد أن مفهوم المخالفة قسمان، أن مفهوم الموافقة قسمان، قسم أولوي وقسم مساوي. فمثال الأول ما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، فإن الله سبحانه وتعالى حرم في هذه الآية قول أف للوالدين، فيكون تحريم أفين من باب أولى، وتحريم الضرب والعياذ بالله من باب أولى، وتحريم الشتم من باب أولى. وسيأتي أيضا بعد قليل أمثلة أخرى لهذا. ومثال الثاني وهو مفهوم الموافقة المساوي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذه الآية الكريمة حرم الله سبحانه وتعالى فيها أكل أموال اليتامى. لماذا؟ لأن هذا فيه إتلاف لأموالهم، ومثله تحريق أموال اليتامى وتغريقها بأن تجعل في اليم مثلا، فهذا فيه إتلاف أو ليس فيه إتلاف؟ هذا فيه إتلاف، فيكون مساويا لأكل أموال اليتامى. فإذن مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له. وقول المصنف رحمه الله: وهو أن يعلم. أن يعلم هنا أشمل من اليقين، فيدخل فيه اليقين ويدخل فيه الظن الغالب، لأن الظن الغالب يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام العلم، لأنه لا يترجح ظن على آخر إلا بدليل وعلم. فلهذا جعل العلماء الظن الغالب قائما مقام العلم. أن يعلم يعني أن يعلم المخاطب أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له. قال: ويسمى أيضا فحوى الخطاب. يسمى مفهوم الموافقة باسم آخر وهو فحوى
الخطاب، ويسمى أيضا بتنبيه الخطاب. ولهذا إذا قال العلماء نبهت الآية أو قالوا نبه الحديث، فإنهم قد يقصدون به مفهوم الموافقة، وقد يقصدون به معنى آخر وهو الإيماء، الإيماء إلى العلة. فالتنبيه قد يطلق على هذا وقد يطلق على هذا. فإذا مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة عند جمهور العلماء تدل على معنى واحد. هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة عند أهل العلم، فإذا قالوا مفهوم الموافقة أو قالوا فحوى الخطاب أو قالوا تنبيه الخطاب فإنهم يريدون شيئا واحدا. والحنفية يسمونه باسم وهو دلالة النص، فإذا قالوا دل النص فإنهم يريدون بذلك مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة حجة، وبعض العلماء يحكي الاتفاق على ذلك، يحكي الاتفاق على أن مفهوم المخالفة حجة، أن مفهوم الموافقة حجة، وذلك لأن معناه يتبادر إلى الذهن، فلهذا أثبته الجمهور وأثبته أيضا الحنفية وسموه بدلالة النص. وإن اختلفوا فيما بينهم هل هو من قبيل دلالة اللفظ أو من قبيل دلالة القياس، فالأكثرون من أهل العلم يرون أنه من قبيل دلالة اللفظ، وهذا هو الذي عليه الحنفية والمالكية والحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن المفهوم يتبادر إلى الذهن من جهة اللفظ فتكون دلالته لفظية، والقول الآخر أنه يدل على الحكم من قبيل القياس، وهذا هو مذهب أكثر الشافعية. واستدلوا على ذلك بأن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به في الحكم، وهذا هو معنى القياس. فإن قلت سواء أقلنا إنه من قبيل دلالة اللفظ أم قلنا إنه من قبيل دلالة القياس، فإنه يحتج به على القولين، فما أثر الخلاف في ذلك؟ هل هذا الخلاف يترتب عليه أثر أو أنه لا يترتب عليه أثر؟ ذكر العلماء لذلك آثارا، من أهم هذه الآثار أن مفهوم الموافقة هل ينسخ به أو لا ينسخ؟ فإن قلنا دلالته لفظية فإنه ينسخ به، لأن النسخ لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بخطاب. وإن قلنا دلالته قياسية فهل يصح النسخ به أو لا يصح؟ لا يصح النسخ به، لأن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأمثلة لمفهوم الموافقة، وقبل أن نأتي لهذه الأمثلة أشير إلى أن مفهوم الموافقة لا بد فيه من أمرين. الأمر
الأول وجود المعنى في اللفظ المنطوق به، وجود المعنى في اللفظ المنطوق به. والأمر الثاني وجود المعنى في الأولى من المنطوق به أو المساوي له. والأمر الأول يعرف من جهة ماذا؟ يعرف من جهة النطق، يعرف من جهة اللفظ. والمعنى الثاني يعرف من جهة سياق الكلام. إذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله ذكر جملة من الأمثلة لمفهوم الموافقة، فقال: ومثاله قوله تعالى: فلا تقل له ما أف، فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب من باب أولى. فالآية لها جهتان في الدلالة: الجهة الأولى جهة المنطوق وهي تحريم التأفيف، والجهة الثانية جهة المفهوم وهي تحريم ما كان أشد من التأفيف كالضرب ونحوه. المثال الثاني قال: وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل فأولى أن يراه. فالآية لها جهتان: الأولى جهة منطوق وهي أن من عمل مثقال ذرة فإنه سوف يرى جزاء عمله، والجهة الثانية جهة مفهوم وهي أن من عمل مثقال جمل أو مثقال جبل أو مثقال فيل أو مثقال غير ذلك فإنه يراه، لأنه إذا كان يرى مثقال الذرة فما كان أعظم من الذرة يكون من باب أولى. المثال الثالث قال: ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. فمن كان يؤدي القنطار إذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى. فهذه الآية لها جهتان: جهة منطوق وهي أن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعني بمال عظيم فإنه يؤديه إليك، والجهة الثانية جهة المفهوم وهي أنه إذا كان يؤدي القنطار فإنه يؤدي ما دونه من باب أولى كالدينار أو الدرهم. المثال الرابع قال: وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى ألا يؤدي القنطار. فأيضا هذا الموضع له جهتان: الجهة الأولى جهة منطوق وهو أن من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. الجهة الثانية جهة مفهوم وهو أنه إذا كان لا يؤدي الدينار إذا أمنته عليه فإنه لا يؤدي القنطار من باب أولى. ومن الأمثلة التي ذكرها بعض الفقهاء قوله سبحانه وتعالى في الأختين في الميراث: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال بعض الفقهاء: إذا كان هذا ثابتا في حق الأختين فإنه يكون ثابتا في حق البنتين، فإنه يكون ثابتا في حق الثلاث من باب أولى، ويكون كذلك ثابتا في حق البنتين من باب أولى لأنهما أقرب من الأختين. ثم ذكر أن مفهوم الموافقة ينقسم
إلى جلي وخفي، ونحن تقدم معنا أنه ينقسم إلى أولوي ومساوي، ولا لا تعارض أو لا اختلاف في أن نقول مفهوم الموافقة ينقسم إلى أولوي ومساوي باعتبار، وينقسم إلى جلي وخفي باعتبار آخر، لأن الأقسام تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. فهو ينقسم باعتبار الوضوح والخفاء إلى جلي وخفي، وينقسم باعتبار ذاته إلى الأولوي ومساوي. يقول: واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم، يعني باعتبار الوضوح وعدمه، إلى جلي وخفي. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي، فالجلي ما قدمنا، والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلأن يقضيها العامد أولى. وكقول الشافعية في اليمين الغموس، وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب، إن فيها الكفارة، بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف، فلا أن تشرع حيث يأثم أولى. وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا، إنه تجب عليه الكفارة، لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أولى. وإنما كان هذا خفيا، لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول: لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر. وكذلك في الكفارات، لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر، ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي، وعرفنا أن هذا التقسيم باعتبار الوضوح وعدمه. وما معنى الجلي وما معنى الخفي؟ الجلي هو الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه، هو الذي يقطع بنفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه، كالضرب والتأفيف في قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. فهل يبقى في قلبك شك أن الضرب يأخذ حكم التأفيف؟ لا يبقى. فإذن الجلي هو الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت المنطوق به والمسكوت عنه، ويقابله الخفي، فهو الذي لا يقطع فيه بنفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه، فيريد بمعنى أنه يريد احتمال أن يكون هناك فرق بين المنطوق به والمسكوت عنه. ومثال ذلك، وإن كان المصنف رحمه الله سيذكر أمثلة بعد قليل، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أربع لا تجزئ في الأضاحي، وذكر منها العورة. فيدل هذا الحديث بمنطوقه على أن العورة لا تجزئ التضحية بها، فالعمياء لا تجزئ
التضحية بها من باب أولى، لأن العمى عور مرتين، أليس كذلك؟ العمى عور مرتين. لكن هذا ليس جليا وإنما هو خفي، لأنه قد يقول قائل العمياء قد يهتم بها ويعتنى بها أكثر من العوراء، فيؤتى لها بالعلف فتكون مضنة السمن، بخلاف العوراء فإنها تأكل من جهة واحدة فتكون مضنة الهزال. فهذا الاحتمال وارد أو ليس واردا؟ هذا الاحتمال وارد. فالأولوية في العمياء هل هي مثل الأولوية في ضرب الوالدين؟ ليست مثلها، فالأولوية في ضرب الوالدين هذه مقطوع بها، وأما الأولوية في عدم إجزاء التضحية بالعمياء هذه مظنونة ظنا غالبا، مظنونة ظنا غالبا، والظن الغالب حجة يجب العمل به وإن كان يرد عليه الاحتمال. قال: فالجلي ما قدمنا، يعني ما قدمنا في الأمثلة السابقة، الأمثلة الأربعة السابقة كلها من قبيل مفهوم الموافقة الجلي. والخفي ذكر له جملة من الأمثلة فقال: والخفي كما يقول أصحابنا أي المالكية وفاقا لجمهور الفقهاء في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا الحديث له جهتان، جهة منطوق وجهة مفهوم موافقة. فجهة المنطوق أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه إذا استيقظ من نومه أو ذكر وجب عليه أن يصلي، هذا منطوق الحديث. ومفهوم الحديث أن من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء من باب أولى، لأن الناسي إذا كان يجب عليه القضاء وهو غير مكلف حال نسيانه، فالمتعمد يجب عليه القضاء من باب أولى. وكذلك النائم إذا كان يجب عليه القضاء وهو غير مكلف حال نومه فالمتعمد يجب عليه القضاء من باب أولى. ومفهوم الموافقة هنا ليس جليا ولكنه خفي للسبب الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد قليل، للاحتمال الذي سيذكره المصنف بعد قليل إن شاء الله. يقول: قالوا: فإذا كان النائم والناس يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، يعني غير مكلفين، فلأن يقضيها العامد أولى، لأن العامد مكلف أو ليس مكلفا؟ العامد مكلف. وهذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إلى أن المتعمد لا يجب عليه القضاء تغليظا له، وسيشير المصنف رحمه الله بعد قليل إلى هذا الاحتمال. وذكر مثالا آخر فقال: وكقول الشافعية في اليمين الغموس، يعني خلافا لجمهور الفقهاء، وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب. هذا تعريف المصنف رحمه الله لليمين الغموس.
ومن الفقهاء من يعرفها بأن يحلف الإنسان على شيء ماض عالما كاذبا، فيقولون هذه هي اليمين الغموس، أن يحلف الإنسان على شيء ماض عالما كاذبا، كأن يقول والله ما فعلت كذا وهو قد فعله ويذكر أنه فعله، فهذه يمين لغموس. أن فيها الكفارة بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم فلأن تشرع حيث يأثم أولى. وإيضاح ذلك أن هذه أن قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان له جهتان، الجهة الأولى جهة منطوق، وهي أن لمن حنث فإنه يجب عليه الكفارة، والجهة أن من حنث وهو يظن صدق نفسه فإنه تجب عليه الكفارة. والجهة الثانية جهة مفهوم، وهي أن من حلف وهو يعلم كذب نفسه فإنه لا تجب عليه الكفارة. فالشافعية يقولون تجب عليه الكفارة من باب أولى، لأنه إذا كان غير المتعمد تجب عليه الكفارة فإن المتعمد يكون من باب أولى. أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى أن المتعمد لا تجب عليه الكفارة، لأن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها الكفارة، كما سيشير المصنف رحمه الله إلى ذلك بعد قليل. فإذن هذا المثال إنما يجري على ماذا؟ إنما يجري على مذهب الشافعية. المثال الثالث قال وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا إنه تجب عليه الكفارة، لأنه لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أولى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فكفارته، وذكر الكفارة، أوجب الكفارة على من قتل على وجه الخطأ. وأما من قتل على وجه العمد فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ الشافعية يقولون تجب عليه الكفارة، لأنه إذا كان من قتل خطأ تجب عليه الكفارة، فمن قتل عمدا تجب عليه الكفارة من باب أولى. وجمهور الفقهاء يقولون لا تجب عليه الكفارة، لأن القتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. هذه ثلاثة أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله، ثم بين وجه الخفاء فيها، فقال وإنما كان هذا خفيا. هذا الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى الإشارة إلى مفهوم الموافقة في الأمثلة السابقة. إنما كان هذا خفيا، يعني إنما كان مفهوم الموافقة في الأمثلة السابقة خفيا، لأن لمانع أن يمنع الأولوية، أن يمنع ذلك في الأمثلة السابقة بأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر، المقصود من القضاء جبر المقضي، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر، يعني يحتمل أن صلاة العامد
أعظم من أن تجبر، فهذا يقدح في كونه جليا أو يقدح في كونه مفهوم موافقة؟ يقدح في كونه جليا فهو مفهوم موافقة، لكنه ليس جليا وإنما هو خفي، فهذا الاحتمال لا يقدح في كونه مفهوم موافقة بل هو يبقى مفهوم موافقة، لكن هل هو جلي أو خفي؟ والجواب على ذلك أنه خفي، لأنه يتطرق إليه هذا الاحتمال. قال: وكذلك في الكفارات، يعني في المثال الثاني، لاحتمال أن تكون جناية، قال وكذلك في الكفارات، يعني في المثال الثالث، لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر. ومثلها في المثال الثاني، فيقال اليمين الغموس أعظم من أن تكفر. ثم قال: ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل. لأجل ذلك، الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى الاحتمال. اختلف في هذه المسائل الثلاث المتقدمة، ثم قال: وهذا النوع أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف، يعني عند الفقهاء. وهذه إشارة عزيزة من المصنف رحمه الله، وهي أن من أعظم أسباب الخلاف بين الفقهاء الخفاء في دلالة الدليل، فقد تكون دلالته خفية على الحكم فيؤدي ذلك إلى وقوع الخلاف، لأنه لو كانت دلالته ظاهرة هل يقع الخلاف؟ قد يقع، لكنه ليس كالخلاف الذي يكون في ما دلالته دلالة خفية. وهذه عبارة عزيزة من المصنف، والعلماء رحمه الله يأتون بعبارات توزن بالذهب، فيأتي أحدهم من خلال نظره وتأمله طول عمره ودراسته فيأتي بعبارة وجيزة تختصر لطالب العلم شيئا كثيرا. يقول: وهذا النوع وهو الخفي هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف، يعني عند الفقهاء، فيقع الخلاف بينهم بسبب خفاء الدلالة. ولما انتهى رحمه الله من القسم الأول وهو مفهوم الموافقة، شرع في القسم الثاني وهو مفهوم المخالفة. قال المصنف رحمه الله: وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق به بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه وهو المسمى بدليل الخطاب، فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به، والجمهور من الحنفية على إنكاره، واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة. ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط. نعم، القسم الثاني من قسمي المفهوم هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في حكمه، دلالة اللفظ على أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق في حكمه. فيدل هذا التعريف على أمرين: الأمر الأول أن دلالة مفهوم المخالفة من قبيل دلالة ماذا؟ من قبيل دلالة اللفظ. والأمر الثاني أن المسكوت عنه ليس موافقا للمنطوق به وإنما مخالف له في حكمه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم:
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. منطوق هذا الحديث أن ما كان أقل من خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة. مفهوم المخالفة أن ما كان خمسة أوسق أو أكثر من خمسة أوسق فإنه تجب فيه الزكاة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله من لم يستطع طولا منطوقه أن من عدم الطول بالشروط الأخرى المذكورة في الآية يجوز له أن ينكح الأمة، أن الحر إذا عدم الطول وهو المهر مع الشروط الأخرى التي يذكرها الفقهاء فيجوز له نكاح الأمة، هذا المنطوق. مفهومه المخالف أن من كان واجداً للطول هل يجوز له نكاح الأمة؟ لا يجوز له نكاح الأمة. أيضاً منطوق الآية أن الأمة المنكوحة لا بد أن تكون مؤمنة. مفهوم المخالفة أن غير المؤمنة لا يجوز نكاحها من الإماء. فإذا هذا هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يسمى بهذا الاسم وهو مفهوم المخالفة، ويسمى أيضا بدليل الخطاب. فإذا قال العلماء ودليل الخطاب كذا يعني مفهوم المخالفة، دليل الخطاب في الآية أو دليل الخطاب في الحديث، فمقصودهم بذلك مفهوم المخالفة. قال رحمه الله: وأما مفهوم المخالفة وهو أي معناه أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه، مخالف لحكمه يعني لحكم ماذا؟ لحكم المنطوق، وهو المسمى بدليل الخطاب. فذكر معناه وذكر اسما آخر، ويسمى أيضا بلحن الخطاب. فهذه ثلاثة ألقاب مترادفة تدل على حقيقة واحدة وهي مفهوم المخالفة ودليل الخطاب ولحن الخطاب. فقد اختلف فيه، هذا جواب قوله وأما، وأما مفهوم المخالفة فقد اختلف فيه، يعني اختلف في تعريفه أو في حجيته، في حجيته. وأما قوله وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه وهو المسمى بدليل الخطاب، ها، فهذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. فقوله فقد اختلف فيه يعني قد اختلف في حجيته. والخلاف في مفهوم المخالفة خلاف مشهور بين العلماء على قولين. القول الأول أن مفهوم المخالفة حجة، وهذا هو الذي ذهب له جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن مفهوم المخالفة في كلام الشارع لا يعتبر، وهذا هو مذهب الحنفية. وأما في كلام الآدميين فإنهم يعتبرونه، فيفرقون بين مفهوم المخالفة في كلام الشارع ومفهوم المخالفة في كلام الآدميين، فيقولون في كلام الشارع لا يعتبر، سنعرف دليلهم بعد قليل إن شاء الله. أما في كلام الآدميين فقالوا يعتبر،
وهذا التفريق بين كلام الشارع وكلام الآدميين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تفريق محدث، لأن الناس إما قائل بالمفهوم وإما منكر له، إما قائل بالمفهوم في كلام الشارع وفي كلام الآدميين، وإما منكر له في كلام الشارع وفي كلام الآدميين. أما التفريق بين كلام الشارع وكلام الآدميين فهذا تفريق محدث. يقول رحمه الله: فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي، يعني وأصحاب الإمام أحمد، على القول به، يعني على الاحتجاج به واعتباره، والجمهور من الحنفية على إنكاره. وعبارة المصنف رحمه الله هنا دقيقة، لأنه نسب إنكاره إلى جمهور الحنفية، لأن من الحنفية من يرى أن مفهوم المخالفة حجة، وهذا هو التحقيق في نسبة القول للحنفية، أن الذي ينكر مفهوم المخالفة هم جمهور الحنفية لا جميعهم. فبعض الحنفية يوافق جمهور المذاهب الأخرى في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ولهذا إذا وجدتم في بعض كتب الحنفية اعتبار مفهوم المخالفة فلا تستغربوا هذا، فإنه ليس كل الحنفية ذهبوا إلى إنكار مفهوم المخالفة، وإنما الذي ذهب له أكثرهم وهو المعتمد في المذهب عند الحنفية. المعتمد في مذهب الحنفية هو عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال: واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة. هذا هو الدليل على الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهو لغة العرب، فإن أئمة اللغة كأبي عبيد القاسم ابن سلام وأبي عبيدة معمر ابن المثنى وغيرهم ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة حجة، ونقلوا هذا عن العرب. ومن العلماء من يحتج على ذلك بالمعنى أيضا، يقول المعنى يدل على هذا، وإيضاح لذلك لأن المتكلم عندما يخصص المذكور بصفة فإنه يدل على أن المسكوت عنه يخالف حكمه حكم المذكور، وإلا لم يكن هناك حاجة إلى التخصيص. فلو كان التخصيص لا فائدة له في الدلالة فإنه لا يكون هناك حاجة لذكره. فإذن قالوا المخاطب عندما يذكر الصفة أو يذكر الشرط أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله في أنواع مفهوم المخالفة، عندما يذكر ذلك فإنه يقصد أن المسكوت عنه يخالف حكمه حكم المنطوق، وإلا لم يكن هناك فائدة لذكر المنطوق به. وأما أكثر الحنفية الذين ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة لا يحتج به، فاستدلوا على ذلك بأن تخصيص الشيء بالذكر فيه سكوت عن غير المذكور فيتوقف فيه، فلا يثبت فيه الحكم ولا ينفى. أن تخصيص الشيء بالذكر حمك الله فيه سكوت، فيه
إعراض وسكوت عن غير المذكور فيتوقف فيه، فلا يثبت ولا ينفى، فلا يقال إن حكمه يخالف حكم المذكور المنطوق به. فمثلا في الحديث في الغنم، في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، هذا يدل على أن الغنم السائمة تجب فيها الزكاة. وأما المعلوفة فقالوا هذه مسكوت عنها فلا يثبت فيها الحكم ولا ينفى، لا يثبت الحكم فيها ولا ينفى لأنها مسكوت عنها. الحديث في الغنم السائمة الزكاة، ليس في الغنم السائمة الزكاة، نعم، الحديث في الغنم السائمة الزكاة، فهذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الغنم السائمة تجب فيها الزكاة، مفهومه عند الجمهور أن الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، والحنفية يقولون هذا المفهوم لا يعتبر، بل لا يكون لللفظ دلالة عليه، فلا يثبت فيه الحكم ولا ينفى. ولما انتهى رحمه الله من الكلام على بيان حجية مفهوم المخالفة بيّن أن هذه الحجية مشروطة بشروط، فلا يقال إن مفهوم المخالفة حجة مطلقا، بل يكون حجة إذا تحققت فيه شروط الاحتجاج به. ولهذا انتقل للكلام على شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فقال ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط، هذه الشروط سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.